باسمك اللهم نبدأ على بركته نتوكل منه دائما وأبدا طلب السداد والتوفيق والنجاح. أيها المتابعون أيها المستمعون الكرام نجدد الترحيب بحضراتكم من جديد مع تواصل هذه التحديات مع تواصل هذه الانطلاقات ما بين هذه الشعارات الكبيرة والتحديات المثيرة هنا من عاصمة الميادين هنا من ميدان الوثبة وفي هذه الانطلاقات التي خصصت فيها التحديات هذا اليوم لسن الحولي والزمول والثمانية كيلومترات. وصلنا برفقتكم إلى الشوط الثاني عشر الذي يحمل في طياته المحليات الزمول وهنا أشواط الإنتاج والمنتجين ومقدمة الشوط العبار وهنا في هذه اللحظات التوقيت الزمني الأفضل. هنا مع العين وصالح بن سعيد بن علي المنصوري والتوقيت كان 12 دقيقة 59 ثانية جزئين اثنين من الثانية. أعود بحضراتكم من جديد وبقنوات ياس وكاميراتها لأتابع الأمور أبو ظبي الرياضية. نعم وانطلاقة العبار على الصدارة سالم بن مبارك بن سالم الشامسي على أول التحديات بينما ثاني التحديات أتابع مزيون على المركز الثاني محمد بن راشد بن غالب المنصوري مقدما لنا مزيون على المركز الثاني. المركز الثالث أتابع من بدأ يتجاوز هناك من الجانب الآخر وهذه الانطلاقة هنا مع انطلاقة شاهين حمدان بن سعيد بن ناصر الدرعي تسلل إلى مقدمة هذا الشوط بينما رابعا أتابع الاسم القادم في هذه اللحظات والوصول من شاهين خالد بن عبيد بن عمير الاكتبي على المركز الرابع. المركز الخامس في هذه اللحظات أتابع وصول مياس مبارك بن سهيل بن راشد بن عبيد الحميري بينما سادسا أتابع عنتر على المركز السادس علي بن ساري بن علي بن محمد المنصوري بينما سابعا انطلاقة رعد على المركز السابع سهيل بن أحمد بن حوتة العامري وثامنا ومن يتواجد بالرقم ثمانية كذلك هو وبران وشعار خليفة بن محمد بن زاهر الخيالي تاسعا. وهنا هذه الانطلاق والوصول في هذه اللحظات على المركز التاسع مبدع وشعار محمد بن علي بالشدي المنصوري عاشرا ويحمل الرقم عشرة هنالك انطلاقة السميح وصل على عاشر المراكز عبد الله بن عتيق بن جمعة الرميثي. إذن هذا هو النداء الأول أيها المتابعون أيها المستمعون الكرام الأفاضل لانطلاقة هذه الأسماء لاندفاعة هذه الشعارات. أتحول من جديد إلى مقدمة هذا الشوط وأتابع الأمور على المقدمة الأمور على الصدارة انطلاقة شاهين شاهين بشعار الدرعي حمدان بن سعيد بن ناصر الدرعي على المقدمة مندفعا بهذا الأداء متواصلا مع شاهين يحمل آمالي وتطلعات أبناء القوع بينما ثاني المراكز أتابع الوصول. وصل هذا الشعار الوثباوي مقدما لنا مزيون على المركز الثاني. هنا في هذه اللحظات محمد بن راشد بن غالب المنصور بينما ثالثا أتابع العبار على المركز الثالث سالم بن مبارك بن سالم الشامسي بينما رابعا
وتابع القادم على المركز الرابع في هذه اللحظات الوصول من شاهين خالد بن عبيد بن عمير الكتبي والمركز الخامس وتابع انطلاقة عنتر على خامس التحديات علي بن ساري بن علي بن محمد المنصوري سادس المراكز وتابع الأسماء القادمة وتابع الشعارات هنا في هذه اللحظات القادمة على سادس المراكز مياس هنا في هذه اللحظات مبارك بن سهيل بن راشد بن عبيد الحميني بينما سابعا وتابع انطلاقتي ووصول سلهود سعيد بن عثة بن خزع العامري وصل في هذه اللحظات وهذا الموقف على المركز السابع المركز الثامن نعم وتابع الاسم القادم الذي بدأ يتجاوز في هذه اللحظات من الجانب الآخر وصول بيضان محسن بن راشد بن محسن بن انديله المري وتابع تاسع المراكز السمح المركز التاسع عبد الله بن عتيق بن جمعة الرميثي وتابع في هذه اللحظات على مستوى عاشر المراكز هذا الانطلاق وهذا الوصول من مبدع محمد بن علي بالشدي المنصوري هذا هو النداء الثاني أيها المتابعون أيها المستمعون الكرام الأفاضل يتحول من جديد إلى مقدمة الشوط إلى صدارة الشوط يا سلام يا سلام هذا هو النداء الثاني وخلصنا منه وبنبدأ بالنداء الثالث وما زال شاهين على مقدمة الشوط مسيطرا متربعا متربصا بعرش الصدارة شاهين على المقدمة حمدان بن سعيد بن ناصر الدرعي ولكن مزيون وصل على المركز الثاني محمد بن راشد بن غالب المنصوري وصل بن غالب هل سيكون هو الغالب في هذا الشوط أم يكون للمشاركين كلام آخر ومزيون أحد الأسماء القوية والمرشحة نعم بينما أتابع وصول ثالث المراكز العبار 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 يتهيأ للعبور بينما نحن نعبر من جسر العبور سالم بن مبارك بن سالم الشامسي على المركز الثالث ورابعا أتابع الوصول أتابع الانطلاق وصل السماح في هذه اللحظات أو عفوا عنتر 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 علي بن ساري بن علي بن محمد المنصوري يا سلام يا سلام يا سلام أيضا أحد الأسماء المميزة هنا مع عنتر يقدم هنا علي بن ساري بن علي بن محمد المنصوري وأتابع شعار بن عمير واصل مع شاهين خالد بن عبيد بن عمير الكتبي ولكن أعود من جديد إلى مقدمة الشوط إلى صدارة الشوط لأتابع شاهين وأتابع مزيون وأتابع العبار هنا بدأنا بهذا المنعطف الأخير منعطف الحقيقة المنعطف الذي تظهر فيه كل الحقيقة تبان فيه كل الحقائق الدرعي على المقدمة الدرعي على الصدارة في شوط الزمول في شوط المحليات في أشواط الإنتاج والمنتجين والتي تظهر لأول مرة في هذا العالم الساحر هنا على أرضية عاصمة الميادين الأشواط الخاصة بالإنتاج والمنتجين من سن الحقائق إلى سن الحيل والزمول بيض الله وجه راعي الفكرة يا سلام يا سلام يا سلام إذن شاهين ما زال على المقدمة شاهين ما زال على الصدارة حمدان بن سعيد بن ناصر الدرعي ومزيون على المركز الثاني مزيون بالأداء مزيون بالشكل شعار بن غالب الشعار الوثباوي المميز محمد بن راشد بن غالب المنصوري
الشامسي، وصل الشامسي مع العبار، سالم بن مبارك بن سالم الشامسي يتابع وصول عنتر في هذه اللحظات. علي بن ساري بن علي بن محمد المنصوري احد الاسماء القويه كذلك، وتابع وصول شاهين خالد بن عبيد بن عمير الاكتبي، وبدا بالوصول مياس في هذه اللحظات. مبارك بن سهيل بن راشد الحميري يتابع وصول شعار بالشدي ايضا قادم في هذه اللحظات، والشعار بالعثة بالخزع كذلك، والاخر واصل بيضان مع بن ديله محسن بن راشد بن محسن بن ديله والطاغي، وصل بن قناص في هذه اللحظات، محمد بن حمد بن قناص العامري، ولكن روح يا يوسف روح مع مقدمة الشوط مع صدارة الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، ماذا ترى وماذا جرى على المقدمة؟ شاهين 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 بشعار الدرعي الشامسي بدأ يحاول في هذه اللحظات مع العبار مزيون مزيون. يا سلامي على مزيون، يا سلامي على مزيون بن غالب بن غالب، أكررها لبن غالب، هو الغالب هو الغالب، نعم بن غالب مزيون بالمزيون مزيون مزيون مزيون، نعم أدا مزيون. من بدري قلت لكم أحد الأسماء القوية وأحد الأسماء الكبيرة، راعي هداد سلالة الوسمي، مع هنا مزيون محمد بن راشد بن غالب المنصوري، حافظ 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 يا راعي مزيون، حافظ على مزيون وأمهات مزيون وسلالة الوسمي، سلالة تعرف دروب الرموز جيدا، تعرف دروب النواميس جيدا. مزيون 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 محمد بن راشد بن غالب المنصوري مع مزيون، مشكور على هذا الفوز، مشكور على هذا الأداء الكبير. سلام سلام يا النهضة، سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار هنا مع مزيون، وشعار محمد بن راشد بن غالب المنصوري بينما المركز الثاني وصل هنا في هذه اللحظات شاهين خالد بن عمير بن الاكتبي، بينما ثالثا وصل سلهود سعيد بن العثم الخزع العامري، ورابعا العبار سالم بن مبارك بن سالم الشامسي، وخامسا مبدع وشعار محمد بن علي بالشدي المنصوري. إذا نعود من جديد إلى مزيون وأداء مزيون الكبير محمد بن راشد بن غالب المنصوري في هذه اللحظات، ووصول مزيون ولحظات التوقيت الزمني. إذن لحظات ونتابع هنا لحظات التوقيت الزمني مع مزيون، من كرر الإنجاز بعد الإنجاز أحد الأسماء القوية، راعي هداد قدم لنا مزيون سلالة الوسمي، السلالة الكبيرة والمعروفة هنا، والتوقيت الزمني 13 دقيقة 34 أو 35 34 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية هنا لحظات وصول مزيون بينما ثاني المراكز. وصل هنا شاهين خالد بن عبيد بن عمير الاكتبي، والتوقيت 13 دقيقة 37 ثانية، خمسة أجزاء أيضا هو الآخر من الثانية، بينما ثالثا وصل سلهود وشعار سعيد بالعثة بن خزع العامري، وصل ثالثا 13 دقيقة 37 ثانية، ثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.